سبب الإقامة في منطقة المدينة المنورة أن صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن سلمان العام الماضي عندما استقبل الطلبة المتأهلين للمعرض العام الماضي أعجب كثيرا بمستوى هؤلاء الطلاب، ووجه سموه باستضافة المعرض في المدينة المنورة. المعرض هذا عبارة عن يشارك في 152 طالب، هؤلاء الطلاب بدأوا ب 103,000 طالب قدموا أسماءهم للمشاركة، مروا بمراحل عديدة من التحكيم الإلكتروني ثم التحكيم الحضوري. مشروع يتكلم عن حل لمرضى الماي الأزرق. طبعا الماي الأزرق هو لما يزيد ضغط العين بزيادة المويات اللي في العين، فايش يسوي؟ يضغط على البلود فيسلز اللي فيها فيقطع الدم من انه يوصل وين؟ للأوبتيك نيرف. انا كان عندي ماي أزرق ولاني لحقت عليه شوية متأخر خسرت 90% من نظري في العين اليمين، فحاولت الاقي حل للناس اللي عندهم نفس المشكلة زيي. في بحثي اول شيء استضفت عينة بيانات قاعدة بيانات AAVB، الشخص استمات من قاعدة بيانات ودربت على 5 نماذج مختلفة. بعد ما دربت على 5 نماذج مختلفة اعطتني دقة مختلفة لكل نموذج من النماذج. بالنسبة لتصنيف اللهجات السعودية الى 9 مناطق كانت الدقة من 20 الى 30. فكرة مشروعي بكل بساطة هو تحديد جنس الجنين في الحمل المبكر باستخدام محددات جينية وتقنية الـ PCR الحديث للكشف عن بعض الأمراض المحتملة التي قد يعاني منها الجنين. من 21 عينة تم الكشف عن 11 عينة ذكر و10 إناث، وتم التأكيد بجميع النتائج عبر ولادة الأجنة. وطبعا هذه العملية حدث في الأسبوع التاسع في الأسبوع السادس إلى التاسع من فترة الحمل بشكل غير مباشر عن طريق عزل الحمض النووي الجنيني من دم الأم. عملت مع فريق من مشربي وصديقي في عمل ثورة في عالم التكييف، وهو بتقليل فكرتنا بتقليل الطاقة المستهلكة في المكيفات، وحنا استبدلنا الفريون بالثلج الجاف وهو ثاني أكسيد الكربون بعد ضغطه، وعملنا مقارنات بين وحدتنا وبين المكيفات الحالية، وكانت وحدتنا كفاءة أعلى وصديقة للبيئة وأقل تكلفة وأقل في استهلاك الكهرباء. هناك 35 فائز موزعين على 5 مراكز، المركز الأول عبارة عن فائز واحد يحصل على مبلغ مالي كبير، ثم الذي يلي بمبالغ مالية أقل. هؤلاء الطلبة الذين يتأهلون أو يفوزون بالإبداع يتم تأهيلهم في ورشة بغرض المشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف، وهو المعرض الأكبر عالميا والأقدم في مجال طلبة التعليم العام. هؤلاء الطلاب الذين يحصلون على مراكز متقدمة ويحصلون على جوائز عالية، كثير من عدد من الجامعات السعودية تمنحهم قبول مباشر حسب رغبتهم في التخصص الذي يريدونه. تفتح له باب للثقة بنفسه والانطلاق إلى المستقبل.